ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه النهارده يا اصحابي؟ معانا قصه جميله قوي قوي هتعجبكم. ايه رايكم في العربيات دي يا ترى؟ مين فيكم اللي عارف العربيات دي عربيات ايه؟ يلا مين هيقدر يقول العربيات الجميله دي عربيات ايه؟ اقول لكم انا، دي عربيات صيد الحيوانات اللي بتطلع تصطاد حيوانات يا ولاد. هنا دي اول عربيه معانا، عربيه برتقاني اهي، لونها برتقاني جميلة والقفص بتاعها لونه أبيض. طبعا العربية هنا من قدام السواق بيقعد هنا، وورا هنا بيحط ايه الحيوانات اللي بيصطادوها. يا حرام، بيحبسوها هنا ورا في القفص الأبيض ده يا ولاد. كمان معانا ايه؟ معانا العربية الزرقاء دي اهي، عربية زرقاء جميلة قوي، برضو السواق بيقعد قدام وبيحط الحيوانات اللي بياخدها واللي بيقدر انه يصطادها في القفص ورا، علشان ما تفتحش ايه وتهرب او تنط من الايه من العربية وتجري. لازم يكون في قفص محكم علشان ايه الحيوانات دي ما تهربش. معانا تالت عربية يا ولاد، العربية الايه الخضراء الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، برضو فيها قفص ابيض من ورا، وايه وكل عربية ليها اربع عجلات زي ما انتوا شايفين، وعربيات سريعة قوي 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 علشان تقدر ان هي ايه تصطاد الحيوانات، لان الحيوانات طبعا احنا عارفين ان هي بتبقى سريعة وبتجري بسرعة بسرعة بسرعة، فلازم العربيات اللي هتصطادها تكون بنفس الايه السرعة وبنفس الكفاءة علشان تقدر تصطادها. طبعا العربيات دي يا اولاد طلعت بقى من ايه، طلعت من الحديقة الوطنية للحيوانات علشان يدوروا على حيوانات في الغابة، طالعين يدوروا على حيوانات في الغابة. والعربية البرتقاني بتقول لبقية العربيات، ها ايه رأيكم النهاردة يوم شكله جميل والطقس حلو قوي قوي، ايه رأيكم نطلع النهاردة ندور على حيوانات كده ونصطاد حيوانات، يمكن نطلع بصيدة ايه صيدة سمينة وايه وناخد فلوس حلوة، ناخد فلوس حلوة من الموضوع ده ونجيب حيوانات كده، اسود نمور غزلان، نجيب حيوانات غالية علشان نقدر نبيعها ونعرضها ايه في الحديقة بتاعتنا. ردت عليها العربية الزرقاء وقالت لها، ايوه فعلا انت عندك حق يا برتقاني، انت عندك حق، النهاردة الجو جميل ويساعدنا قوي ان احنا ايه نصطاد، ايه رأيك يا عربية خضراء؟ انتوا بتكلموني؟ انا كنت نايمة باين ولا ايه؟ كنت نايمة شوية. ترى يا جماعة انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ كنت نايمة ولا ايه؟ بتقول ان الطقس جميل وان احنا النهاردة هنحاول ان احنا نصطاد مجموعة حيوانات علشان نبيعها الحديقة، ايه رأيك؟ ما تيجي نجرب النهاردة كده ونطلع في جولة. خلاص دي فكرة كويسة قوي 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 يا اصحابي، يلا بينا كده نشوف ونعمل الجولة استكشافية وندور فيها على الحيوانات، ربنا معانا النهاردة ويوفقنا، يلا يلا بينا. وفعلا طلعت العربيات، قالوا العربية الزرقاء طلعت قدام في المقدمة، وبعد كده طلعت العربيتين اللي وراها، وقعدوا يمشوا يدوروا ايه على حيوانات الغابة. يا ترى الحيوانات دي راحت فين؟ ياه استنوا يا جماعة، انا باين شايفة حاجة هناك اهي، مين فيكم اللي شايفها زيي؟ انت عندك حق، الظاهر ان في حيوانات، انا سامع صوت اقدام، وكمان شايف هناك في ظلال حيوانات اهي. ايوه فعلا في غابه بعيده اهي فيها حيوانات. واو ايه ده يا جماعه، دي مليانه حيوانات فعلا، ايه رايكم يلا نطوق الغابه دي بسرعه علشان نقدر نمسك الحيوانات دي. يلا يا جماعه احنا مستنيين ايه؟ يلا بينا يلا بسرعه. يلا بينا يا جماعة، يلا بينا بسرعة. ايه ده يا جماعة ده؟ النمر طبعا شاف ايه الاقفاص بتاعت الحيوانات بتاعت الصيادين، صيادين الحيوانات، قال لصحابه ولزمايله، ايه ده؟ شفت يا نمور؟ شفت انت شايف اللي انا شايفه؟ العربيات دي عليها اقفاص من ورا زي عربيات الصيادين المفترسين اللي بيجوا يصطادونا. تصدق يا نمور فعلا؟ يلا بسرعة، يلا كله يجري بسرعة، دول الصيادين جم، بسرعة. حتى الجاموسة طلعت تجري، والخرفان والأرانب والسنجاب طلع يجري، يا حبيبي الصغنن ينط. والأسد كمان خايف، ايه ده يا جماعة دول هيصطادونا؟ يلا بسرعة كله يهرب يا جماعة. وفعلا كل الحيوانات
حيوانات طلعت تجري 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 بأقصى جهدها علشان تهرب من الصيادين، بس للأسف الصيادين كانوا أسرع منهم وحاوطوا المنطقة كلها وقدروا إن هم إيه يصطادوا الحيوانات بكل سهولة. وفعلا يا حبايبي العربيات بتاعة الصيادين قدروا إن هم يصطادوا الحيوانات، شواء بعض الحيوانات من اللي كانوا موجودين في الغابة، لكن طبعا الباقي قدروا إن هم يهربوا. وبالفعل بدأت تمشي وتتحرك العربيات زي ما انتم شايفين كده، العربية الزرقاء معاها ايه اصطادت الايه البقرة اللي انتم شايفينها دي، ويا عيني البقرة واقفة حزينة قوي وزعلانة ان هي ايه اتأثرت ودخلت وقعت في الأسر ايه بتاع الصياد. اما العربية البرتقاني فاصطادت انتم شايفين ايه بقى هنا اسد. انا اقع في الاسر بالسهولة دي، ازاي العربية دي قدرت ان هي تصطادني؟ ازاي الصياد ده قدر يصطادني؟ انا مش عارف ايه اللي حصل. وكمان العربية الايه الخضراء معها فيها ايه، فيها خروف صغنن زعلان خدوه من ايه من جنب مامته. مامته قدرت تهرب انما هو مقدرش ايه يهرب علشان صغنن. وبدأت العربيات ايه تمشي بالراحة علشان ايه ما يأذوش الحيوانات اللي معاهم. واحدة واحدة بدأت العربيات تبعد عن الغابة وتمشي كلها علشان تروح الحديقة. يلا بينا يا جماعة علشان نروح الحديقة. ووصلت العربيات فعلا يا جماعة بتاعة الصيد، وصلت للحديقة الوطنية للحيوانات علشان ايه تنزل الحيوانات اللي اصطادتها وتاخد ثمنها. وصلنا اخيرا يا جماعة، وصلنا. يلا يلا بينا ايه ننزل الحيوانات. طبعا العسكري اللي واقف بعيد ده الحارس بتاع الحديقة واقف يتكلم مع زميله ويقول له ايه ده الظاهر النهاردة جيلنا صيد جديد. ايوة يا عم الظاهر كده فعلا، تعالى يلا نروح نشوف فيه ايه، نشوف الجماعة دول جابوا ايه. ها صباح الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله احنا كويسين. ها يا ترى جبتوا لنا معاكم ايه النهارده؟ احنا جبنا لكم معانا النهارده صيده حلوه قوي قوي هتعجبكم، احلى كمان واحسن من الحيوانات اللي عندكم جوه. طب يلا يلا نزل الحيوانات دي يا اسطى بسرعه علشان ايه نلحق ان احنا ايه نحطهم في الاقفاص جوه مع زمايلهم. يلا يا جماعه يلا بسرعه ننزل الحيوانات. طبعا اثناء ما السواقين والصيادين بينزلوا الحيوانات، الحيوانات الثلاث عربيات وقفوا جنب بعضهم وبدات الحيوانات في كل قفص تكلم ايه بعضها. الاسد قال للقفص اللي جنبه، قال للخروف اللي قاعد في القفص اللي جنبه، انا طبعا لو في ظروفي العاديه هاكلك ومش هبقي منك ولا سنتوفه، بس دلوقتي احنا محتاجين ان احنا نتعاون مع بعض علشان نقدر نتخلص من الاسر اللي احنا فيه ده، وكمان انت يا بقرة اللي واقفة جنبي انت كمان لو في الظروف العادية برضه هفترسك وامتغيك واكلك واكل لحمك اللذيذ كله هم 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 هم، بس دلوقتي انا محتاج لكم ومحتاج ان انتوا تعاونوني. يا اخويا قول كده بقى، انت عايزنا نساعدك وبعدين في الاخر تهرب وتاكلنا كمان وتحل كمان بيا وبالبقرة المسكينة اللي واقفة جنبك دي. انا بقى كنت خايف من كده، خايف ان انتوا تفهموني غلط يا جماعة. يا جماعة انا بجد عايزكم تساعدوني، يلا بس نساعد بعضنا علشان نقدر نهرب من الحديقة دي ونهرب من الاسر. انا مش مستحمل ان انا ممكن مش قادرة اصدق اني ممكن اعيش في قفص، انا متعود اعيش في البرية. لو كان الموضوع سهل بالنسبة لكم مش سهل ابدا ابدا بالنسبة لي. الخروف لأن مفيش وسيلة غير إنه لازم يساعد الأسد المفترس اللي واقف جنبه علشان يقدر يتخلص من الأسر. وكمان البقرة قالت رأيها وقالت إن هي موافقة، ولازم إحنا التلاتة نحط إيدينا في إيدين بعض علشان نساعد بعض ونهرب من هنا بسرعة. إنتوا شايفين اللي أنا شايفاه ده يا جماعة؟ ده في حيوانات كتير كتير قوي جوه. إيه الحيوانات دي كلها؟ معقول الحيوانات دي كلها اصطادوها واثروها وحطوها في الاقفاص الزجاجيه دي؟
ده الظاهر ان هم حاطين الاقفاص في الحيوانات في الاقفاص الزجاجيه دي علشان يجهزوهم علشان ينقلوهم في اقفاص من ايه، من خشب ومن حديد. بعد كده يا جماعه انا ما اقدرش اعيش في القفص الزجاجي ده ابدا. يلا يا جماعه علشان خاطر يلا نحط ايدينا في ايدين بعض علشان نهرب من هنا. شايفين يا جماعه بقى، شايفين الاقفاص الزجاجيه اللي معموله من الازاز؟ اول قفص معانا فيه ايه؟ في خرتيت. الخرتيت المسكين زعلان ومش عارف يقف ولا ينام ولا يعمل ايه في القفص الصغنن ده. طبعا الخرتيت جسمه كبير وضخم، هيعيش ازاي في قفص صغير زي ده؟ هنا كمان في ايه؟ في فيل، في كمان فيل. واو ده فيل، فيل كبير قوي. وهنا كمان في ايه؟ في ثعلب. واو ايه ده، الثعلب كمان واقف بائس وحزين وزعلان ان هو محبوس. والقفص ده كمان في ارنوب، ده ارنوب صغنن قوي. اوه ده شكله مسكين خالص وزعلان خالص ان هو محبوس. شايفين قاعد ازاي في القفص؟ يا مسكين انت محبوس. هنا كمان في ايه؟ في كوالا. هنا كمان ده كوالا، كوالا كمان محبوس وعمال يقول الحقوني الحقوني، حد يخلصني ويخرجني من هنا بسرعة، انا خلاص ما عدتش قادر اعيش هنا بقى. ده ايه بقى كمان معانا؟ كمان القفص الزجاجي ده كمان في ايه؟ في نمور، في كمان نمرة اهو محبوس وزعلان ان هو ايه؟ مقصور. اللي طبعا الحيوانات المفترسه دي متحبش تعيش في الاسر ابدا ابدا خالص. الايه، القفص اتفتح، نقفل القفص تاني. ايه بقى ده؟ ده جمل كمان، حتى الجمال، حتى الجمال بيصطادوها كمان. الجمال يا عيني حرام، الجمل واقف مسكين ازاي يا ولاد. هنوقف بقى القفص دي تاني. طبعا الحيوانات الجديده اللي لسه جايه شافوا الاقفاص دي وصعبت عليهم الحيوانات دي كلها، وقرروا ان هم كمان لازم يتعاونوا مع بعض ويساعدوها وينقذوها من الاقفاص الزجاجيه اللي هم قاعدين فيه. بس لما تيجي اللحظه المناسبه هيبدا الاسد يشاور لاصحابه علشان يتحركوا. لازم يكون في عندنا خطه يا جماعه. الاسد بيقول لهم ايه؟ لازم يكون في عندنا خطه. بصي بقى انت يا بقره، انتي اول ما بصلك وديك الاشاره تعملي نفسك ايه؟ وقعتي ومت في الارض. انا هعمل نفسي وقعت ومت؟ ده انا لو وقعت كده هتبقى مشكله، مش هعرف اقوم تاني، انا تقيله جدا، وعلى ما اقوم في مشكله بقى يعني هبقى هاخد وقت وممكن ما اعرفش اجري معاكم. لا لا دي فرصتنا الوحيده، انتي تقيله وضخمه جدا وهيقعدوا يتلبخوا فيك العساكر والحراس على ما احنا نقدر نخلص الحيوانات اللي جوه دي. مفيش قدامي الظاهر غير كده، امري لله، انا مفيش قدامي غير كده. خلاص اتفقنا، انا هستنى اشارتك يا اسد يا ملك الغابه. ملك الغابه بقى طبعا واحده واحده، اول ما قربوا الحراس وقربوا من اول ايه، من اول عربيه علشان ينزلوا الخروف اللي فيها، بيفتحوا العربيه كده، فتحوا العربيه وبدا الخروف ينزل وينزل رجليه، والعساكر واقفة علشان ايه؟ تشوف لو اي حاجة حصلت او حاول الحيوان ان هو يهرب. نفتح كمان القفص كمان شوية علشان نقدر نطلع الايه؟ الايه؟ الخروف. ده الخروف طلع من القفص. والخروف فعلا بدأ يشد الايه العسكري ويوقفه في جنب، والعربية بدأت تقفل قفصها تاني وتتحرك بعيد بعيد علشان تدخل العربية اللي بعدها. وفعلا دخل العسكري التاني علشان ينزل الأسد اللي موجود في العربية. طبعا هو خايف وقلقان وواقف بعيد علشان ده أسد متوحش. طبعا العربية فتحت القفص بتاعها ونزل ايه؟ الاسد. العسكري كان طبعا ربطه وموقفه ايه في جنب كده علشان يطمن ان هو ما يأذيهوش،
والعربية اتحركت اتحركت ومشت، مفضلش غير العربية الزرقاء اللي فيها ايه؟ البقرة بتاعتنا. وبالفعل ادى الاسد الاشارة للبقرة وبصلها علشان تعمل اللي قالها عليه. هذا القفص كمان هنفتحه اهو، القفص الاخير معصلك معانا ولا ايه يا جماعة؟ طب نفتح من الناحية التانية. ايوة ايوة كده بدأت فعلا الايه البقرة تنزل اهي. لكن اول ما نزلت البقرة ام هوب هوب مش قادرة، عملت نفسها وقعت في الارض. بسرعة 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 راحوا فين العساكر يشدوا البقرة ويشوفوا ايه اللي جرالها. الحق الحق بسرعة، حتى العسكري اللي واقف بعيد ده هو كمان جاي يجري بسرعة بسرعة علشان يشوف ايه، يشوف ايه اللي حصل للبقرة. يلا جماعة يلا نشيلها بسرعة، ده تقيلة قوي، هنشيل فيها ايه دي؟ في نفس الوقت بدأ بقى الاسد والخروف يتحركوا بسرعة، يلا 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 من غير ما حد ياخد باله، بسرعة لازم نخلص الحاجات دي ويفكوا ايه ويطلعوا فوق الايه الايه الاقفاص علشان يفكوها. يلا يا خروف ساعدني بسرعة. وفعلا هوب اول ما نزل الخرتيت هوب 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 فعلا ايه انقذوا اول حيوان، والتاني كمان الخرتيت لف وقعد ايه يجري ويساعدهم بقى علشان ينقذوا الفيل اللي كان واقف في ايه في القفص اللي جنبه. او ادي تاني قفص كمان اتفك ونزل منه الفيل المسكين. كمان بدأت الحيوانات تساعد بعضها، الثعلب كمان نزل، الثعلب كمان نزل. في الوقت ده بقى يا اصحابي الايه العساكر بدأوا ايه يفهموا ايه اللي حصل، ويبصوا بعيد يلاقوا الحيوانات نزلت كلها وايه وقدرت انها تنزل وتتحرر من الاقفاص بتاعتها. ايه ده معقول الحيوانات دي كلها قدرت تنزل؟ لا احنا ما نقدرش نواجه الحيوانات دي كلها يا صاحبي، احنا لازم نجري بسرعه دلوقتي باقصى جهدنا ونجري بسرعه عشان يفترسونا، يلا بينا يلا بينا. وفعلا الحراس هربوا بسرعه بسرعه وخافوا من الحيوانات، وقامت البقره تضحك. قدرنا نضحك عليهم، قدرنا نضحك عليهم فعلا، يلا بينا نخلص بقيه اصحابنا. وطبعا فكوا بقى ايه الايه للارنب القفص وفكوا الكوالا، والكوالا نزلت وكمان الجمل نزل وايه والنمور النمر كمان نزل. كل الحيوانات فرحت يا اصحابي واتبسطوا قوي ان هم قدروا يتحرروا ويهربوا من الايه من الحديقه اللي كانوا هيعيشوا بقيه حياتهم فيها. يلا بينا يا جماعة يلا بينا نجري ونحتفل بحريتنا، اخيرا احنا اخدنا حريتنا. احنا بالفعل مش عارفين نشكرك ازاي يا اسد، ولا عارفين نشكرك ازاي يا بقرة، ولا انت كمان يا خروف، احنا مدينين لكم بحياتنا بجد، انتوا انقذتوا حياتنا، انتوا انقذتونا. يلا لا شكر على واجب، لا شكر على واجب يا جماعة، اهم حاجة ان احنا نجري دلوقتي باسرع ما يمكن علشان نهرب، لان الحراس دول ممكن يرجعوا تاني. يلا بسرعة. فعلا ايه بدأت الحيوانات كلها تجري ايه عشان ترجع للغابة بتاعتها تاني في امان. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. وبكده تكون قصتنا ايه قصتنا خلصت، وعايزاكم تقولوا لي بقى لكل اصحابي، كل اصحابي يقولوا لي في التعليقات اذا كانت القصة عجبتهم ولا لا، قصة الحيوانات اللي ايه اللي كانت هتتأثر وتعيش في الحدائق وتعيش في الاقفاص طول حياتها، بس الحمد لله ان هم ايه قدروا ينقذوا بعض ويتعاونوا مع بعض. وما تنسوش كمان يا اصحابي تشتركوا في القناة وتدوسوا على الزرار الاحمر اللي تحت وتعملوا لايك وشير وتشوفوا كل فيديوهاتنا اللي فاتت. باي باي يا اصحابي، باي باي.